هننشئ مع بعض بروجكت جديد، انا هسميه ماي فورث اب. طبعا انت ممكن تسميه اي اسم تاني براحتك، مش لازم تلتزم بالاسماء اللي انا بختارها. المفروض انتوا عرفتوا ازاي ننشئ بروجكت جديد، لكن هنعيد الخطوات تاني مع بعض حرصا على ان الطريقة تثبت في ذهنكم وتبقى اكثر وضوحا. هنفتح الفولدر بتاع البروجكتس، وبحذر للمرة التانية اوعى تغلط وتنشئ بروجكت داخل بروجكت، انت كده هتبقى لخبطت الدنيا تماما. احنا عرفنا ان في طريقتين لانشاء تطبيق او بروجكت جديد، يا اما بتكتب ايونيك ستارت في نافذة توجيه الاوامر وبعدين تنتظر لما يطلب منك اختيار اسم لهذا البروجكت، وبعدها يطلب منك اختيار التمبلت اللي هتبني عليها البروجكت بتاعك، يا اما انك تستخدم الامر السريع ايونيك ستارت ثم اسم التطبيق ثم نوع التمبلت في كوماند لاين واحد. انا هستخدم الطريقة السريعة وهنشئ تطبيق مبني على البلانك تمبلت، فهنيجي في اي حتة فاضية في الشاشة ونضغط شيفت ورايت كليك عشان نفتح الباور شيل، وهنكتب الامر التالي ionic start my fourth app blank، ونضغط انتر وننتظر حتى ينتهي. وبنبهكم انكم ما تقفلوش نافذة توجيه الاوامر قبل ما تتأكدوا انه انتهى من انشاء التطبيق بالكامل، لانك لو قفلتها قبل ما يكمل انشاء التطبيق هيبقى التطبيق ده corrupted او غير صالح للاستخدام، وهتضطر تبنيه من اول وجديد. كده احنا انتهينا من انشاء البروجكت. الخطوة اللي بعد كده عايزين نضيف الاندرويد بلاتفورم، فلازم الاول نبقى داخل الدايركتوري الخاص بالبروجكت الجديد، يبقى نكتب cd ثم اسم البروجكت الجديد my fourth app، نضغط انتر وبعدين نكتب الامر الخاص باضافة الاندرويد بلاتفورم ionic cordova platform add android، ونضغط انتر وننتظر حتى ينتهي. انتهينا من اضافة الاندرويد بلاتفورم. الخطوة التالية اننا نشغل التطبيق على المتصفح، فهنكتب الامر ionic serve dash dash lab. وكالعادة هيطلب منك تثبيت ايونيك لاب، فهتكتب واي او يس للموافقة.